قال لي اسمعك لحن، ايه رايك فيه؟ سمعني يا دلع. قلت له دلع مين؟ قال لي الاستاذ عيسى. لا قلت له ما بقعد بحكي معك، هذا لالي. فسالت انا استاذ عصام وقال لي خديه بيلبق لك الك اكثر. من محبته لإلك إيه كمان، ما عنده مشكله. يعني هذا الشيء يمكن اللي بنفقده بين الفنانين بهالايام. حتى يا دلع لما غنيت استاذ عبد الوهاب قال لي خلاص ما تطلبيش مني لحن، لان يا دلع دي مش حتموت خلاص. مظبوط ومظبوط، هذا الشيء صحيح. يعني فتره مصر كانت فتره صعبه، فينا نعتبرها بالبدايه بتعرف الفنان بيكون قلقان وخايف، بس كثير حبوني المصريين. مظبوط. خصوصا اول ما انعرض اول فيلم صارت ست اسيا مليونيره بعد الفيلم قد ما نجح. القلب الواحد هو في اول فيلم واحد. انت ببطولته وهذا جناه ابي كله نجح امام انور وجدي. مظبوط. طيب رح نشوف هلا هيك كم صوره نحن وياك ونعلق على هالصور ونفتح كمان بعض المواضيع اللي بتهم الناس. رح نشوف هلا اول صوره نحن والمشاهدين والست صباح كمان. هيدي صورتك مع والدك ووالدك. والدتي. شو في شيء بتحب تخبرينا اياه يمكن منك قايلتي ولا مره عن فتره الطفوله؟ والدتي كانت حلوه كثير وتحبني وتقدرني، وبس شو بتتذكري؟ كان قاسي شوي. بتعرفي زمان الفن مش سهل الواحد يترك بنته وتخوض الفن وهيك، بعدين يعني انه ارتاح قبل. شو كانت توصيكي والدتك؟ كانت رسالتي انا انه علم الست كيف تلبس. ورسالتي اني اعلمهم يكون دائما يحافظوا على نفسهم، كيف يضل صوتهم يعطي ويحلو. هلا انا صوتي بيعطي نسبه بتعجب الناس. طب. عرفتي كيف؟ لهلا يعني. بس أكيد. طبعا زمان كان اقوى. الناس بتنطرك تيسمعوا صوتك لحتى يتعلموا منك التواضع، الرقي، يعني كثير اشياء. مجموعه اكتشفت سعاد محمد كمان ايه، يعني كانت عندنا بالبيت وقت اللي سمعها الشيخ زكريا احمد وعجبته كثير وهيك. طبعا سعاد محمد صوتها روعه وبحبها لهلا كانها اختي. طيب شو موصيتك والدتك؟ شو في شيء بتتذكري انه كانت توصيك؟ موصيتني الكرم. كانت كريمة كثير، سفرتها من هون لبرنا ما بعينا اكل كلنا ابدا ولا اي شيء، ولا اذا شفنا اكل بنهجم او مثل غير ناس يعني. كثير نفسنا مهمة، حتى ابني وبنتي كلنا طلعنا نفس الشيء. الله يخليلك. امي كانت ست كريمة وتهدي وتعطي، ما تعز يعني ما تفضل حالها على حدا، انا طالعة مثلها بس انا اكثر زودتها. زودتيها لدرجة نسيتي حالك. نسيت حالي لهالدرجة. وبتعرفي يا ست صباح الناس محبين بس مش قدك. إيه؟ يعني الناس اللي وقفوا زودتها. الناس اللي وقفوا حدك بمرحله من المراحل زودتها. يمكن مش كلهم استحقوا انك تكوني هالقد منيحه معهم. بس لحد هلا عندي اصحاب يعني انا وياهم ما بيعزوا عني شيء. اكيد. يعني ما حدا تركني او اي شيء، الحمد لله. كل اصحابي حدي، وهيدا الكرم بالدم والعطاء. صح. يعني لازم. اكيد. وبتعرفي كمان اخوتي بعد في منهم عم بخلفوا وعم بيجيبوا، وان شاء الله الله يعطيني الصحة واقدر يكون حدهم كمان. اكيد. انت كنت على كل حال الام الحنون لكل العائلة. مزبوط. وللولاد وولاد الولاد، وهذا الشيء معروف والناس كلها حبيته. وهن تعبوا معي كمان حبايب قلبي، خصوصا كلودا حبيبتي. كلودا بتجنن. كمان نوجه لها تحية كثير كبيرة. وبنعرف جانات صغيرة كمان دائما بتطل صوبك وبتطل عليك طول، ومش بس هيك جدع يعني تفكيرها بيريحني وبيعمل لي اشي بتتكلي عليها. هي بتعمل لي قصص كثير عن ما انا اعملها، عرفت كمان. كيف؟ بتريحني كثير. بيعجبني ذكائها كمان، عندها حوار بقعد احكي معه. هذا الشيء هيك بفرح. رح نشوف كمان صوره ثانيه. هيدي الصوره مع ست اسيا باغر. هل صحيح انه لما تم اختيار اسم صباح كانت هي نشرت صورتك بمجلة بمصر ولا لا؟ رحت فترة كبيرة على بغداد، إن شاء الله ترجع أحسن ما هي، وكان في اسم صباح كتير. ايه؟ أنا أخذت هالاسم من اسم صباح بغداد، رجال وستات. ايه؟ لما قلت بدي سمي حالي صباح بيي وافق قوام وحطوا صورتي بمجلة القشاشي، مصطفى القشاشي، كانت مجلة ناجحة كتير. وقالوا شو بتنقوا لهالصورة هي؟ كان في إجماع على إنه صباح.
يعني مش الفنان حليم الرومي هو يلي اطلق عليك اسم صباح؟ لا انا طرحت اسمي على حالي. والله، لان كمان في معلومات تانية بتقول انه بمصر ست اسيا داغر هي بالتحديد عرضت صوره لاليك بمجله الصباح المصريه. إيه؟ وطلبت من القراء انه يختاروا لك اسم، ف مظبوط اختاروا صباح اكثر شيء. بس لكينا صباح لما اقول لهم انا الشحروره بيقولوا ايه دي نكته ولا ايه؟ قلت لهم ده طير بيغرد في وادي الشحرور عندنا مش موجود غير مطرح. وبعدين قلت لهم كمان عمي اسمه شحرور على اسم الطير ده. هلا مصريين شحروره حياتي ازيك انت بتاعتنا؟ قلت لهم طبعا بتاعت الكل. انا بتعرفي كلهم بدهم يتبنوكي، بدهم انه انت لالنا ونحن كمان. انا قلب لكل الناس بتصدق هذا مزبوط. اكيد ما بنسى مصر شو عملوا معي وشو حبوني ولهلا. مزبوط الحمد لله. يعني الشعب اللبناني كانه عايش معي، بيعرف كل خطوه، انا عشت بوضوح كمان مع الناس، بيعرف كل شيء، ببوسوني وكاني منهم، يعني انه نحن بنعرف كل شيء، شو ضحيتي شو عملتي، بقول لهم بكفي حبكم، هيدا بنسيني كل شيء. مزبوط. قديش بتلاقي انه هلا الشعب العربي كله بحبك وبينطرك باي اطلاله باي اغنيه باي صوره بمجله؟ والشعب العربي من يوم ما ابتديت فن بيساعدوني. مزبوط. بس في هون شغله انه قديش في اختلاف، بيقولوا انه يمكن بلبنان واحد منه مقدر كفايه، بتروحي على اي دوله عربيه او بتروحي على مصر دائما اللهفه عم بتكون اكبر، هل هيدا الشيء صحيح؟ ليكي بحبوا الفنان اخواننا العرب ومصر وبالشام بسوريا بيعتنوا بالفنان كثير. هون انه زمان اللي كانوا يعتنوا فينا مش ماديا، ذوقا. بيك سلام مثلا كنت احمد عبيدي، يعني لما طلع رئيس وزارة حكاني قال لي انبسطتي؟ كان معه علي المملوك، قلت له شو انبسط؟ قد الدنيا يا حياتي. قال لي انا متعشي مع جميل كبي اليوم، الله ما بعرف اذا بعده عايش، تعي تعشي معنا. رحت تعشيت معهم وقعد يخبرني شو صار، وكان كمان الرئيس لما فنجي كان يحبني كثير. مزبوط انه من 30 سنه ما في جهه رسميه لبنانيه سالت بس عن شو ماديا ما بيساعدوا الفنان. ايه. يعني انا اجتني جلطه، قعدت بالمستشفى مدري كم شهر، بس الله قد ما انا بحب الله وبامن بعده موقفني على جاي، لان ما حدا اجى جلطه وقف. مزبوط. فما حدا منه ساعدني ابدا. مزبوط. كنت عم بسألك مزبوط انه من 30 سنة ما في جهة رسمية لبنانية مسكت التليفون واتصلوا فيك وسألوك إذا عايزة شيء؟ لا مزبوط. ما في غير إلي ماروني قبل إلي. قبل لا 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 كانوا يحبونا كثير، مثلا شمعون الوزير. كان يعزني معزة مش طبيعية، وصائب بيك وكامل بيك الأسعد وكمان عثمان الدنا كان بجنن، بحبه لا لا صديق كثير، كان يجي تحت الضرب ليحضرني بالكازينو. فهو ناس ما بنسيهم ابدا. حقيقي يعني شعر حلو علق لي الوسام، وسام الارث، يعني له ذكريات معي مهمه. اهم من المصاري انه يكون السياسي متفهم الفنان. صح. متفهم الفنان شو عطى. نحن تراثنا تركي. لحد تعرفي مش لبناني، نحن عملناه لبناني، انا ورحابني واستاذ وديع الصافي كل هالفنانين نحن عملنا يعني تراث لبناني للبنان. وعملنا انا اول وحده عملت غنيه. الاغنيه اللبنانيه حضرتك غنيتيها قبل فيروز صحيح؟ ايه قبل. ايه انا قبل فيروز 15 سنه عم بشتغل كنت. عمر يعني 15 طبعا ست فيروز ست عظيمه كمان عطت لبنان كثير. طبعا ما في شك. مع اخوان رحابني وكمان ست عرفت كيف تعيش. عرفتي كيف؟ انه قاعده ببيتها يمكن إلى اصحابها إلى جوها. انا لا كثير اعطيت وجه، عرفت كثير زياده عن اللزوم. هي شخصيتها مختلفه. إيه؟ تعطيها مع الناس هيك يعني. إيه عندها خصوصيه معينه. نحن على كل حال بنحترمها كثير مع الاهل ومع الناس.